شاركة مجموعة إج في معرض ساها ضمن خطتنا في إحداث تغيير نوعي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة للأنظمة الدفاعية، وذلك عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول التقنية الحديثة في مجالات الصناعات العسكرية، وإبراز أهمية إسهامات المجموعة في تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة الدفاعية بما يحقق التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتي تعكس قوة المشاركة الإماراتية باستعراض التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل فعال في تطوير قطاع الصناعات العسكرية. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية على دعمهم المستمر وحسن التنظيم للمشاركة في المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الدور والمجهود الذي قام به فريق العمل المتميز.